السلام عليكم شبابنا طيبين، بناتنا الحبابات، ورجعنا وياكم بآخر مقطع فيديوي اللي هو عبارات الوصل. قبل أن نوضح هذا الموضوع تنويه بسيط، أنه ترى الفيديوهات دقتهن عالية، أنت من يمك ارفع الجودة، ارفع الدقة من يمك الأعلى شيء. واضح؟ موضوعنا القواعدي اللي هو عبارات الوصل، هذا أنا مصورة تصوير قديم، ممكن تشوفه، ما راح أحد، فراح يبقى تصوير القديم وهذا التصوير باقي إن شاء الله. عبارة الوصل شنو هي؟ هي عبارة عن جملة توضح اسم يحتاج إلى توضيح. يعني شلون؟ لاحظ وياي، يقول الفتاة كانت مريضة. الفتاة منية يريد لها توضيح حتى نميزها عن باقي الفتيات الأخرى، تمام؟ راح يعطيني جملة ثانية يقول لي هي اجت متأخرة بالسباق. الفتاة كانت مريضة، يا فتاة ما عرفناها، فاعطاني شنو؟ اعطاني توضيح لها انه هي اللي اجت متأخرة بالسباق. اذا هنا بخصوص عبارة الوصل هي هذه جملة توضح اسم مبهم موجود عندنا في بداية المعطيات. هذه كأنه شنو عبارات الوصل. أول ما يخطر على أذهاننا عبارة وصل relative clauses، لازم يجي على ذهنك relative pronouns، ضمائر الوصل. ضمائر الوصل اللي موجودين هنا عندنا، الضمير الأول هو الاسم المبهم، إذا كان عاقل نأخذ وياه، وإذا كان غير عاقل نأخذ وياه إما which أو that، ماكو مشكلة عليهم. وإذا نتكلم عن مكان راح نستخدم where، وإذا نتكلم عن ملكية شيء لشخص، عائدية شخص لشخص، نستخدم whose. طبعا دائما ذني الضمائر، ضمائر الوصل الهن ضمائر مشتركه عندنا، فان شاء الله من خلال التوضيح راح نعرف انه شو وقت هو اذا ايش لقينا، وتش وذات اذا ايش لقينا، ذني الضمائر، وبالاضافه الى ضمائر اخرى موجوده عندنا بالتمارين. انتبه وياي على الكلام اللي راح اتكلمه، تعال وياي هنا. أنا اول عمليه تقوم بها هو ان تحدد الاسم وين، والضمير اللي يعود عليه وينه، تمام؟ يعني اجي the girl was ill، اجي هنا انا اقول the girl، هذا هو الاسم المطلوب توضيحه. عادة ما يكون مسبوق ب the، ب a، ب an، ب my، ب this، these، هذه مميزاته تقريبا. واروح لجملة الضمير، الجملة الثانية راح تلقي بيها ضمير يعود على هذا الاسم، يعني الاسم والضمير لنفس الشخص او لنفس المكان او لنفس الشيء. يعني ما يصير الاسم بصفحة والضمير يعود على شغلة ثانية، ما يصير، لازم اثنيناتهم لنفس الاسم. يعني هسه هنا الفتاة وهي، طبعا ضمير لها عاقل، واضح؟ وين موقع الاسم؟ احنا راح نتناول موقع الاسم بثلاث مواقع. الموقع الاول اذا كان بالبدايه، ايش اسوي اذا كان بالبدايه؟ عندي قانون، واضح؟ هذا القانون شو يقول؟ يقول يا بالاسم مالتك اذا بالبداية تنزله بمكانه. هذا الاسم نزلناه، احنا ما نقدم الاسم بس بحالة واحدة، نزلنا الاسم. الفتاة عاقل لو غير عاقل؟ عاقل. وش عندنا ضمير مشترك؟ الضمير المشترك شي، هسه تلقي شي، تلقي هي، تمام؟ تلقي مثلا هم، خلينا نقول تلقي هير كضمائر مفعول به او ضمير فاعل. دائما الضمير الوصل مالتنا راح يكون هو، تمام؟ انه الفتاة هو the girl هو، تمام؟ هاي الهو دائما بدل من، بدل
الضمير المشترك. يعني نزلنا الاسم وخلينا هو اللي الذي أو التي بدل من؟ بدل الضمير المشترك. لازم نكتب جملة الضمير اللي هي راح تصير شنو؟ came last in the race. ترجع النوبة تكمل ما تبقى من الجملة الأولى اللي هي من هي؟ اللي هي was ill. احنا مو اتفقنا انه هذا الاسم مبهم ويحتاج الى توضيح، يحتاج الى تمييز، غير ايش اتفقنا؟ مو اتفقنا انه الجملة الثانية هي اللي راح توضحها؟ اذا نجيب الجملة الثانية نخليها بصفة. هنا من خليناها بصفة ذن الكلمتين شبيهن راح للاخير، لان هاي الجملة تجي هنا طبعا تريد مكان، ايش راح تسوي؟ راح تدفع ذن، وين دفعتهن؟ للاخير. اذا هاي الجملة مدامها توضح الاسم نشيلها نحطها بصف الاسم، ونفصلهن بيش؟ نفصلهن بهذا الضمير. فمن اجينا ايش قلنا هنا؟ استاذ ايش كانت وايش صارت؟ كان معناها الجملة the girl was ill، كانت الفتاة مريضة، she came last in the race، جاءت متأخرة في السباق. بعد الحل صارت الفتاة التي جاءت متأخرة في السباق كانت مريضة، أكثر رصانة، أكثر حبكة. فهسه اتفقنا أنه أول مرة لازم ننزل الاسم، لازم ننزل ضمير وصل موجود عندنا اللي هو هو، بدل من؟ بدل الشي. ما يصير the girl who she، هو شي هاي من تروح هناك باليابان صف سوشي هوشي فترتب امرك، هذا ما يفيدنا الكلام. ف the girl who راحت الشي من عندنا، كتبنا جملة الضمير، رجعنا كملنا ما تبقى من الجملة الأولى. تدري ايش سوينا هسا احنا؟ طبقنا هذا القانون. سيد وياي هذا القانون، شو يقول القانون هنا عندنا؟ يقول أول مرة الاسم إذا موقعه وين؟ إذا موقعه بالبداية، يعني أول كلمة بالجملة، بجملة الاسم، شو أسوي للاسم؟ أنزله صفة ضمير وصل دائما اللي هو who which that whose where حسب الاسم والضمير المشترك. إنه بنجيب جملة الضمير كلها لكن بدون الضمير، والنوب نرجع شو نسوي؟ نكمل جملة الاسم. عيد وياي، أول مرة ننزل الاسم وراء ضمير وصل، إنه بجملة الضمير بدون الضمير، وراها تكملة جملة الاسم اللي موجودة عندنا. لاحظ وياي أنا وياك نحل هذا المثال. The book was missing. It has the information I wanted. فراح نجي هنا نحدد لي اسم وضمير. الاسم اللي موجود عندك the book، والضمير اللي يعود عليه أكيدا من هو؟ أكيدا it. ايش راح اسوي هسا؟ راح تنزل من الاسم بالبداية، غير ننزل الاسم the book، الكتاب، تمام؟ شبي غير عاقل، لأنه عندنا إيت وعندنا كتاب، فبكيفك شو تريد؟ which أو ذات؟ أي واحدة من عندهم صحيحة. هذه which، لا تبكي. هاي الwhich بدل من؟ بدل الإيت. نكتب جملة الضمير بدون الضمير، has the information I wanted. ترجع النوبة تكمل ما تبقى من جملة الاسم was missing. ايش سوينا شباب؟ هنا اول مرة الاسم لانه بالبداية نزلناه، خلينا ضمير وصل، جبنا جملة الضمير كلها هنا بصف الاسم بدون الضمير، تنشال تصير هنا. ايش تسوي ذن الكلمتين؟ تدفعهن للاخير، فصارت was missing. كانت جملة معناتها الكتاب كان مفقود، هو فيه أو يحتوي على المعلومات اللي أنا أحتاجيتها. فهنا الكتاب اللي يحتوي على المعلومات اللي أحتاجيتها كان مفقود. هذا بخصوص الحالة الأولى إذا كان الاسم وين موقعه؟ في بداية المعطيات. لاحظ وياي، they have knocked down the restaurant، فلشوا للمطعم. we had a meal there last week. حدد لي اسم وضمير. اكيدا الاسم مو ذي،
ما دام مو اول كلمه اذا تركض على اخر كلمه ريستورانت. هذا الريستورانت مطعم مكان ها مكان باو وياي وي هاد ا ميل ذير باو وياي. هذه الوير شوفها مشروطه الا تلقي ذير يلا تستخدمها شرط يعني ما تستخدمها لا تفكر استاذ. واذا لقيت مكان وما لقيت ذير تستخدم وش او ذات مع المكان اذا ما لقينا ويا ذير وش او ذات وحسب المكان اللي موجود عندنا اذا كان يعني ديفايننج او نون ديفايننج. نجي هسه هنا هسه اذا ويرش وقت استخدمها الا القي ذير يلا استخدم ويرش لقينا ذير لازم شنو نستخدم لازم نستخدم وير. اسمع راتي هذه الجملة they have knocked down the restaurant الاسم بالأخير أوقف لا تقدم ما تقدم مو بكيفك أنت تقدم. شو راح تسوي؟ تكتب الجملة الأولى بأكملها تنزلها يعني راح تجي تقول they have knocked down the restaurant تنزل الجملة بأكملها. نزلت الجملة أنا عندي there لازم إيش أخلي لازم اخلي وير. هاي الوير انا دائما شو اسوي احذف الضمير واكتب جملته يعني راح يصير عندنا هنا أنا شنو هسه وي هاد ا ميل الضمير حذفناه ما نكتبه تستمر شو تقول تقول لاست ويك. بعد ما عندي شيء ارجع اكمله لان الاسم وين موقعه موقع في نهاية المعطيات. إذا كان الاسم بالأخير شو تسوي؟ تنزل جملتك ولا تكتبها ضمير وصل وبعدين تكتب جملة الضمير بدون الضمير يعني راح تطبق لي هذا القانون. عينك وياي إذا كان موقع الاسم وين؟ بالنهاية. إذا الاسم موقع بالأخير شو راح نسوي؟ تكتب جملة الاسم بأكملها تنزلها وراها مباشرة ضمير وصل ثم جملة ضمير بدون الضمير. هسه إذا الاسم بالأخير شو تسوي؟ تنزل الجملة كلها ضمير وصل جملة الضمير. تبع وياي هذا المثال نمبر 4 حتى نشوف أنا وياك. Where are the books? I left them here. يعني راح تجي هسه أنا حدد لي اسم وضمير. أكيد الاسم اللي هو البوكس. حدد لي ضمير يعود على البوكس. يلا انا راح اسكت انت حدد. عافيه حددت مو؟ طبعا لازم شو تقول؟ لازم تقول them لان الاسم جمع. ممكن عندك سؤال ممكن؟ ممكن. ذن الضمائر اللي هم الاي والوي واليو. ذني ما تفكر بيهن ابدا ابد لا تفكر بيهن لانه ما الهن اسماء مشتركه حتى انه ناخذهم كضمائر. يعني تريد هنا تاخذ اي اقول لك هو جعاي اذا تاخذ وهنا بهاي النقطه مالتنا تريد تاخذ وي نقول لك هو جعي اذا تاخذ فاي نقول لك شنو هو جعاي وي هو جعي يو ووجعوا ذني لا تفكر بيهن ابدا لا تخليهن بذهنك. ماكو ضمائر مشتركه ما تبقى هي ضمائر مشتركه. خلينا نجي للمثال مالتنا Where are the books? I left them here. موقع الاسم بالاخير ايش راح تسوي جنابك؟ راح تنزل لنا جمله الاسم باكملها طبعا لانه الكتب غير عاقل which او that نحذف الضمير ونكتب جملته which I left ما كتبنا الضمير here علامة الاستفهام مو هاي نقطة اي عمي هاي الجملة مو شلناها خليناها هنا غير هاي الجملة جبناها هنا خليناها بصف الاسم هاي علامة الاستفهام ايش صار بيها اندفعت للأخير. اذا صارت هذه بطن السؤال وياها يابا بخصوص الضمير بالجملة الثانية بجملة الضمير ما لك شغل عمي أول كلمة بالنص آخر شيء وين ما تكون خليه تكون توخر عن الضمير
وتكتب الجملة من أول حرف إلى آخر حرف. لاحظ وياي المثال التالي: The hotel has a swimming pool. إنه هنا يقول الفندق فيه أو يحتوي على حوض سباحة. تمام؟ pool. It is very big. الطالب المفروض يحتار هسا. شو يقول يابا؟ يقول الفندق هذا اسم مكان، فتمام. وعندنا حوض السباحة كذلك اسم مكان. فشو يقول؟ يقول يابا أنا بالنسبة لي هذا هسا أعتبر حوض السباحة لو أعتبر الفندق على اعتبار الضمير اللي يعود عليهم شبيه يرجع لهم اثنيناتهم، يرجع لهم اثنيناتهم. فهنا إذا كان شوف ملاحظة اللي راح أحكيها تخص الاسمين إذا اثنيناتهم من نفس الجنس، يعني اثنيناتهم لعاقل، اثنيناتهم لشيء أو اثنيناتهم لمكان، تحتاج هاي الملاحظة. احنا عندنا اسمين، اسم رقم واحد واسم رقم اثنين، اسم رقم واحد واسم رقم اثنين. وياي انتبه عليه، هاي مو جملة، هذا الاسم الأول وهذا الاسم الأخير، لو أول كلمة لو آخر كلمة، وأنا محتار أعتبر الاسم الأول لو أعتبر الثاني، أعتبر هذا الاسم المطلوب توضيحه لو هذا. تروح تدور لي على هاي الكلمة هاز، هي ملاحظة مع العميان هاي ما تمشور، إذا لقيت لي هاز، هاز موجودة تشتغل على الاسم الثاني، هاز ما هي تشتغل على الاسم الأول. بالجملة أكو هاز، هاي الملاحظة تخص ما موجود منهجيا فقط. أكو هاز نشتغل على الاسم الثاني، ماكو نشتغل على الاسم الأول. باوع وياي هنا نشعدنا أكو هاز، إذن من الاسم المطلوب توضيحه هو الاسم اللي بالأخير. راح شو تسوي؟ راح تنزل جملة الاسم بأكملها: The hotel has a swimming pool. غير عاقل هو منطيني it، فش راح أقول؟ راح أقول which أو ذات، كيفي ما عندي مشكلة أي واحدة من عندهم. تمام؟ فنكمل نكتب جملة الضمير بدون الضمير. سيد إذا كمل هذا المثال وقف الفيديو. Which is very شنو؟ Very big. لاحظ وياي هذا المثال اللي موجود اللي هي number 6. The Star Restaurant، مطعم النجمة، شبي has a lovely garden. هذا اسم number 2 وهذا الاسم number 1، اسمين واثنيناتهم لمكان واثنيناتهم مفرد. يو ما يصير تختار، نقول لك هو جعو. طبعا can have a meal there، احنا جايين نحكي عن مكان وعندنا there موجودة هنا، فأكيد المفروض نفكر بمن؟ المفروض نفكر بمن؟ بوير. هسه هنا أول مرة كنا نحدد الاسم، هل هو الاسم رقم واحد لو رقم اثنين؟ لأنه عندنا هاز، المفروض من الاسم المطلوب توضيحه هو الاسم الثاني. فش راح تسوي حضرتك؟ راح تجي تنزل لنا جملة الاسم بأكملها: The Star Restaurant has a lovely garden. راح تقول لنا شنو؟ Where. نكتب جملة الضمير بدون الضمير: Where you can have a meal. طبعا الضمير من كتبه ونقول on summer evenings. هسا إذا عندنا اسمين والاسمين اثنيناتهم لنفس الشيء أو لنفس الشخص أو لنفس المكان والضمير يعود عليهم اثنيناتهم، هنا وين نرجع؟ نرجع لملاحظة هاز، أكو هاز نشتغل على الاسم الثاني، ماكو هاز نرجع على الاسم الأول اللي موجود. للعلم باللغة الإنجليزية أي اسم تعتبره هو مضبوط ما بي مشكلة، بس حتى الناغم ما موجود منهجيا عندنا، هيش الترتيب واضح؟ نجي هسا على المثال 7. The story، القصة، won the first prize، ربحت الجائزة الأولى. It pleased many writers، أسرت يعني الكتاب. زين، القصة مفرد والجائزة مفرد والإيت يرجع عليهم اثنيناتهم،
إذن أيهما نعتبره هو الاسم المطلوب توضيحا؟ أكو هاز بيناتهم بين الاسم الأول والاسم الثاني، أكو هاز لو ماكو هاز؟ ماكو هاز، ماكو، تمام؟ إذن نعتبر الاسم الأول هو المطلوب توضيحا، راح نطبق قانون إذا كان الاسم بالبداية. The story غير عاقل which أو ذات ما عندنا مشكلة. بدل ما نخليها هذه بدل الات نكتب جملة الضمير اللي هي pleased many writers. نرجع النوب نكمل ما تبقى من جملة الاسم. won the first prize. الاسم لقيناه بالبداية، وش سوينا؟ سوينا الاسم هسه، يعني الاسم صار حددناه انه كان موقع في بداية المعطيات، نزلناه، خلينا ضمير وصل، جبنا جملة الضمير اللي نريد نوضحها، وبعدين كملنا. قول صح، شو جاك قهر هسه هنا انه جبنا جملة الضمير، بعدين رجعنا كملنا ما تبقى من جملة الاسم. ويا ينتبهوا عليه. I spoke to a lady on the phone. She told me to call back later. حدد لي اسم وضمير. الاسم lady والاسم كذلك عندنا the phone والضمير she. الشي المن يرجع؟ she told me to call back later. المن يرجع؟ يرجع للليدي لو يرجع للفون؟ اكيد يرجع للليدي. وين موقع الاسم هذا؟ بمثالين منهجيات فقط الاسم موقعه بالبداية. شو نطبق؟ يقول يابا لازم تجيبون الاسم بالبداية. هذا وين؟ إذا كان الاسم في المنتصف. بس إذا الاسم بالنص نطبق، نقدم الاسم وراء مباشرة ضمير وصل. إنه شو نسوي؟ جملة الاسم عكس ما كنا نشتغل بالقانونين السابقين. جملة الاسم وراء نكتب تكملة أو جملة الضمير، نكتبها كلها جملة الضمير بدون الضمير. سوينا هسه لأن الاسم بالوسط قدمناه بالبداية، خلينا ضمير وصل، نكتب جملة الاسم مو جملة الضمير مثل ما اعتادين هناك، لأن موقع مفعول به وجملته نفسها هي اللي تطلب علومته، هي نفسها اللي تشرحها. بعدين نكتب جملة الضمير بدون الضمير. يعني I spoke to a lady، شو تصير الـ lady؟ تصير the lady. لا تبكي يا أبوي، لا تبكي. وهاي الـ A وشلون صار؟ عمي طير صبر. أول A، هاي الـ A، الـ this، الـ that، من تقدم في البداية سوي هذا. ما عساك لا سويتها إذا ما تسويها. بس حل هو هاي الـ A تصير the، تمام؟ لأنه الـ lady عاقد راح نخلي لها هو. نكتب جملة الاسم اللي هي I spoke to on the phone. ما نكتب الاسم مرة أخرى، نرجع النوب نكتب جملة الضمير بدون الضمير told me to call back later. إذا الاسم بالمنتصف شو نسوي؟ نقدمه بالبداية، وراء لازم شو نخلي؟ ضمير وصل. والنوب جملة الاسم مو جملة الضمير، ها انتبه وياه. وبعدين نكتب جملة الضمير بدون الضمير. هذا الكلام يخص من؟ يخص النقطة الأولى بالنقطتين اللي بالمنتصف. لاحظ وياي 9. I always go to that garage for repairs. It was closed today. حدد لي اسم وضمير. الاسم هذا ويا غات. That garage. لأن ما يصير الـ I والrepairs التصليحات ما يصير وياها it. صير إت وياها؟ أكيد لا. إذن الاسم بالمنتصف نقدمه بالبداية The garage، لأن اتفقنا الذات والأي من يتقدمون بالبداية صيرون The. عاقل هو هنا هسا مكان وقال لي إت، فأستخدم which أو ذات، ماكو مشكلة أي واحدة من عندهم. فهنا هو بالتمرين مال هاي النقطة محدد لي إنه لازم نستخدم ذات، ما حاط وياها which، فقلنا ذات. نكتب جملة الاسم نفسه I always go to
for repairs. No, بنكتب جملة الضمير was closed today. إذا كان موقع الاسم بالمنتصف نقدمه بالبداية ضمير وصل جملة الضمير وراء مباشرة راح يكون عندنا شنو العفو جملة الاسم وإنه بنكتب جملة الضمير بدون الضمير. هذا ما يخص الجزء الأول. الجزء الثاني اللي راح يكون بالتصوير الثاني بالجزء الثاني مع هذا الموضوع القواعدي راح يكون ما تبقى من الموضوع بالإضافة لحل وشرح التمارين ملاته. كل التوفيق.